انا ما نقولش مواطن، نقول مكافح جزائري من مدينه باريكه ولايه باتنا، متزوج واب لخمسه ابناء. سبق اني عملت في مؤسسه جزائريه شريفه هي مؤسسه الشرطه الجزائريه لمده 23 سنه، وبعدها احلت الى العجز عن العمل بسبب اصابتي بزوج امراض مزمنه، وبعد رحله علاج شاقه نسبيا وبمسانده العائله الصغيره استرجعت الحاله الصحيه تاعي تدريجيا، ومن بعد حبيت نعاود نكمل حياتي في مهنه اللي تتلائم والحاله الصحيه تاعي. تقدمت بعده طلبات، قبل ما نقدم طلبات استخرجت سجل تجاري خاص بمهنه كاتب عمومي مؤسسه اعمال السكرتاريه والاستشاره الاداريه، اللي هي مهنه يعني تتلائم والحاله الصحيه تاعي. انا اخي خرجت عندي تقريبا 8 ايام، خرجت من المنزل تاعي، خرجت من المنزل تاعي قاصد الجزائر العاصمه، وجيت تقريبا نصف المسافه، نصفها تقريبا على الارجل. وقبل ما نخرج من المنزل تاعي صليت ركعتين استخاره لله سبحانه وتعالى، ودعيت دعاء الطائف المعروف، واتكلت على رب العالمين. انا اليوم كي خرجت من المنزل تاعي خرجت خليت ابنائي خمسه يبكيوا والزوجه تبكي، وعاهدتهم وقلت لهم باللي انا انسان اليوم راني خارج رايح باذن الله. حمزه من طلب فليطلب الفردوس الاعلى من الجنه. نتقدم بنداء للسيد رئيس الجمهوريه، قولوا سيد الرئيس انا مواطن جزائري، عمري ما تخلفت على اداء الواجبات تاعي، واليوم لظروف ما نقولش انا مقهور في بلادي، الحمد لله معزز مكرم، ولكن لظروف صحيه وحلت على العجز التاميني، ونحوس الدوله الجزائريه تعطيني يد مساعده نعاود نوقف على رجليا من جديد ونكمل حياتي في اطار اللي يتلائم معايا في الحاله تاعي الصحيه. على قدر اهل العزم تاتي العزائم، ونتمنى ان شاء الله يجيني الرد من طرف رئيس الجمهوريه يقول لي وعلى قدر اهل الكرام تاتي المكارم وما ذلك على الله بعزيز.